دلوقتي تعالى يا محمد نروح شرم الشيخ ونتابع مع زميلنا كريم بيبرس آخر الاستعدادات الخاصة بمنتدى شباب العالم. صباح الفل عليك يا كريم، إيه اللي بيحصل عندك؟ قولنا بقى تفاصيل اللي انت شايفه، الاستعداد لبدء منتدى شباب العالم اللي هينطلق يوم الاثنين الجاي إن شاء الله. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا محمد، صباح الخير على كل المصريين وكل اللي بيشاهدوا دلوقتي، صباح الخير يا مصر. فعلا احنا يمكن من امبارح في متابعه مستمره للي بيحصل هنا في شرم الشيخ، وتحديدا الورش اللي هتبتدي في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه. يمكن النهارده يعني اول ما دخلنا الصبح هنا دخلنا مركز المؤتمرات الدولي، وده اللي هيتم عقد فيه الورش المختلفه الخاصه بمنتدى الشباب العالمي النهارده. خليني اقول لك انه النهارده وبكره هي ما يطلق عليها الورش التحضيريه، يعني هي ورش ما قبل بدايه المؤتمر المنتدى اللي هيبتدي يوم الاثنين الجاي، وهيكون في طبعا عناوين هامه جدا وخاصه خصوصا بعد جائحه كورونا. يمكن وانا بتكلم معاكي دلوقتي يعني خلاص دقائق وهتبتدي بعد شويه الورش الاولى، واهمها الورشه الخاصه بجائحه كورونا او تبعات جائحة كورونا، وكمان الورشة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لمصر 2030. دي من الورش المهمة جدا اللي هتبتدي النهاردة كمان شوية بحضور بالفعل بعض الوفود اللي وصلوا من امبارح، يمكن من أول امبارح، وتم تسكنهم في الفنادق المختلفة. يمكن لما دخلنا النهاردة كمان لاحظنا حاجة مهمة جدا، واحنا بنتكلم كمان على فكرة التحول الرقمي والتكنولوجيا بعد جائحة كورونا. معظم الحاجة هنا دلوقتي يعني بيتم التعامل مع الوفود وطرق دخولهم للقاعات المختلفة بأحدث الوسائل التكنولوجية الموجودة عن طريق ثلاث حاجات مهمة. الحاجة الأولى عن طريق الروبوتس اللي فعلا بتقيس درجات الحرارة، أو عن طريق الروبوتس اللي بتكشف عن الشبهات الخاصة بفيروس كورونا، لو بعد الشر حد عنده شبهة لفيروس كورونا أو بعد الشر حد مصاب بيتم الكشف عنه. كمان وسائل التعقيم موجودة ليه عن طريق الروبوتات دي، إنهم بيقدموا وسائل التعقيم المختلفة، وكمان الوجبات الخاصة بالوفود بالمنتدى هنا هيتم تقديمهم عن طريق الروبوتات. كمان دخول القاعة نفسه طبعا وجود المسجلين اللي سجلوا بالفعل على الأبليكيشن أو على التطبيق الإلكتروني الخاص بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بوجود ID معين خاص، ID إلكتروني، من الصعب أن هم يخشوا داخل القاعة إلا بوجود الID ده. الID ده بيوجود فيه الرقم الخاص به، الجلسة اللي هيحضروها اللي بيتم تسجيلهم عن طريق التطبيق الإلكتروني، وكمان كود خاص بيهم بيتم استخدامه قبل دخول القاعة نفسها. وكمان طالما هم قدروا يخشوا القاعة معناه ان تم تعقيمهم وتم الكشف عنهم عن طريق يا اما الروبوتس او عن طريق الرابيد تيست او الكشف السريع الخاص بفيروس كورونا. كمان يمكن وانا بتكلم من شويه بالفعل الوفود والشباب الاجانب والمصريين بالفعل بداوا ان هم يدخلوا القاعات، وكمان بداوا ان هم ياخدوا الصور التذكاريه في هنا مركز المؤتمرات. جنب قاعه من القاعات كمان احنا شايفين هيئه الاسعاف المصريه موجوده بسيارتها وب أشخاصها موجودين متواجدين لأي حالة طارئ بعد الشر من الممكن أن هي تحصل، موجودين عشان يتحركوا في أسرع وقت. يعني كمان الاستعداد بقى الأخيرة خلاص بالنسبة بقى للأوتوبيسات الخاصة اللي بتنقل كمان الوفود اللي موجودة في الفنادق بتاعتهم، ابتدت تتحرك وتخش قدامنا بالفعل داخل مركز المؤتمرات عشان تنقلهم يحضروا الورش التحضيرية اللي هي هتستمر النهاردة لحد الساعة 3 بجانب أكيد الحاجات التانية زي مثلا حياة كريمة. كمان هيكون في يعني معرض خاص بحياة كريمة هنا النهاردة في المنتدى، وأكيد هنتابع مع بعض على مدار الأيام الجاية. والآن عودة لكم مرة تانية. كريم يعني بنحييك على المتابعة الدقيقة جدا دي، حالة كده من الحماس والبهجة موجودة عندك، وزي ما قلت لنا انطلاق الورش التحضيرية النهاردة بمنتدى شرم الشيخ. مش هنسيبك، هنبقى معاك طبعا طول اليوم، وتغطية خاصة على شاشة القناة الأولى لفعاليات النسخة الرابعة من منتدى الشباب. كريم بيبرز كان معانا مراسل التلفزيون المصري من شرم الشيخ.